منتخبنا للشباب وكنت بتكلم عنه امبارح بيلعب بطولة شمال افريقيا، وقلت بصراحة بشكل واضح جدا تحديدا مباراة تونس زعلتنا جدا جدا جدا، عشان الخطفة اللي اتخطفناها فجأة كده لقينا نفسنا بقينا مغلوبين 4-0 خطفة. بس قلت انه ما ينفعش في كل احوال احنا نلوم على الكابتن وائل رياض شيتوس المدير الفني الجديد لمنتخبنا للشباب، الراجل لسه مستلم منذ ايام مش من شهور، منذ ايام منتخبنا للشباب وفجأة لقى نفسه في بطولة حتى لو هي اشبه بالودية. بس نستنى عليه، نصبر عليه، نشوف هيعمل ايه مع منتخبنا، يطلع لنا ان شاء الله جيل محترم في المستقبل. معايا عبر الهاتف الان حاتم رضا زميلنا المنسق الاعلامي لمنتخب مصر للشباب من تونس. يا حاتم مشرف ومنور. مساء الخير يا كريم، تحياتي ليك وتحياتي لكل المشاهدين، واهلا وسهلا بيك وسعيد جدا انا موجود معاك يا كريم. بص انا كنت بقول حاجه مش عارف سمعتني ولا، اتخطفنا احنا في ماتش تونس، اتخطفنا حتى احنا المشاهدين، يعني احنا واحنا بنتفرج او جماهير الكوره اتخطفنا جدا. قول لي الحاله عامله ازاي في منتخب الشباب دلوقتي في البطوله؟ لا طبعا يعني زي ما انت قلت يا كريم بالظبط، يعني احنا التلات اجوان تقريبا اللي هم الاولانيين جم في 3 دقايق بالظبط ورا بعض. طبعا اللعيبه بتاعتنا رغم انها عناصر كويسه جدا كلها ان شاء الله يكونوا مستقبل مصر وكده، لكن حته الخبرات برده لسه مش موجوده، حته الانسجام والتوافق برده لسه غايبه عن الفريق. زي ما قلنا قبل كده انه يعني الكابتن وائل بدا فعلا مشواره مع المنتخب تقريبا بقاله شهر وشهر ونص تقريبا، عمل معسكرين كان في واحد في يعني القامي اللي هو الاساسي اللي هو يعني شبه مستقر عليه، والتاني كان فيه تقريبا 50 لعيب من بقى برضه ان هو بيحاول يوسع القاعده او بيشوف برضه لعيبه ثانيه. كان بالامكان ان هو الراجل يعتذر عن البطوله دي خالص وما يعني ما يشتركش فيها، لكن هو فضل ان هو يحتك ويشوف المنتخبات اللي هي بقى لها اكتر من سنه شغاله وبتستعد. ف يعني الحمد لله حتى الان يعني المستوى يعني الماتش الثاني المستوى يعني بيرتفع، اللعيبه بتاخد خبرات اكتر. ماتش تونس طبعا منتخب تونس هو المنتخب الاقوى حتى الان في البطوله، هو صاحب الارض يعني واضح جدا عنده لعيبه محترفين، وده برضه دي نقطه برضه مهمه جدا يا كريم، المفروض كلنا يعني او الانديه او المنتخبات او الكره المصريه بشكل عام كلها لازم تشتغل حته الاحتراف ديت. شوف انت بتقول ايه، شوف انت بتقول ايه يا حاتم، بتقول لازم دلوقتي، احنا مش لازم دلوقتي، احنا لازم دي بقالنا 30 سنه صحيح صحيح بنقولها. صحيح يا جماعه طلعوا الناس بدري يا جماعه، الشباب حتى الشباب دول احنا بنلعب مع منتخبات شباب والمنتخبات الاولمبيه اقوى مننا بكتير، عشان هم عندهم لعيبه محترفه واحتكت بره اكتر مننا بكتير، وبعد كده بنلوم على مدرب بنلوم على شباب ونقول اصل هم مش مؤهلين، وفي كل الاحوال هم مش مؤهلين عشان ما خدوش نفس الاحتكاكات اللي خدها المنافس. بالتاكيد يعني عايز اقول لك ان هو الفرق او الهامش اللي هيصنع الفرق الكريم بيننا وبين اي منتخب تاني هو المحترفين صح. وبالتالي لما نشوف النهارده منتخب تونس فيه على الاقل 9-10 محترفين، الحارس اللي هو بتاع تونس ده حارس ايطالي بيلعب في ايطاليا وواخد الجنسيه المزدوجه تونسي ايطالي، يعني ما بيتكلمش عربي خالص يعني الراجل، ومع ذلك هو راجل فارق جدا مع منتخب تونس. طيب حاتم احنا عندنا حاطين عينينا على لاعبين موجودين في اوروبا، احنا عندنا لعيبه كتير من اصول مصريه، هل هنشوف في المعسكرات الجايه لمنتخب الشباب لاعبين من اصول مصريه؟ بالتاكيد انا عايز اقول لك انه من ضمن الحاجات اللي الكابتن وائل بيتكلم فيها انه ان شاء الله يبقى في معسكر خاص للاعبين اللي هم المزدوجه الجنسيه والمحترفين، هو هيجيبهم هيستدعيهم يعمل معسكر مغلق في مصر لمده 15 يوم بحيث يكون الناس دي كلها يشوفها عن قرب ويتابعها ويتفرج عليها كويس، لانه برضه عندنا مشكله ثانيه انه معظم الناس اللي هي بتاعتنا اللي هي بنقول عليها مزدوجه جنسيه او محترفين كلهم بيبقوا اكاديميات او دوري جامعات او حاجات منح دراسيه او كده، فالراجل برضه يتبنى. احنا كان تم استلعاب بالفعل كاميرون اسماعيل لاعب ارسنال، لكن يعني الراجل ما تاقلمش مع المنتخب بشكل كبير، ويعني وكان واضح انه برضه اللعيبه اللي في مكانه افضل منه واكثر تاقلما منه، فما تمش يعني هو حاتم هو بيلعب في ارسنال بس هو ما تاقلمش مع منتخب مصر؟ يعني ما تاقلمش مع منتخب مصر من ناحيه، ومن ناحيه ثانيه اللعيبه اللي في مركزه افضل منه، وحته التاقلم دي بتدي افضليه للمدير الفني اكتر، يعني ما انا يعني العب اثنين بيلعبوا او متاقلمين مع بعض او فاهمين بعض افضل ما لسه هجيب لعيب لسه هدخله في الفريق ويندمج وكده، زي ان هم حته التاقلم كلغه. هسألك سؤال عشان بس ما احطكش في حرج انك تقول تفاصيل، يعني هل هناك اسباب اخرى غير التاقلم؟ عشان برضو انا عايز ابقى امين مع المشاهد اللي بيسمعني، لما اجي اقول له مثلا اللعيب بتاع ارسنال اللي بيلعب في ارسنال ما تاقلمش مع المنتخب بس لعيب اخر تاقلم مع المنتخب،
مش هيقتنع بيها بنسبه 100%. هل مثلا هو عايز يشوف تجربه في منتخب اخر؟ هل هو مثلا ما كانش قادر يعيش هنا فتره طويله؟ هل هو مش عايز يكمل في معسكراته، عايز يركز مع فرقته؟ يعني في حاجات تانيه ممكن تبقى اسباب غير بس ان هو ما تاقلمش مع المنتخب، صح؟ لا بص يا كريم، حته ان لما يكون في لاعب بيلعب في الخارج في اوروبا في اجواء مختلفه، وتيجي بعد كده مثلا بعد 18 20 سنه تجيبه يبدا من هنا يتعرف على لعيبه ويخش في يلعب على ملاعب معينه وينخرط مع لاعبين معينين بسلوكيات معينه، دي بتبقى لسه برضه محتاجه وقت. يعني عايز اقول لك مثلا بلعيب زي سام مرسي مثلا، يعني هو لعيب يعني فريق اول، وفي نفس الوقت بيصارع منتخب مصر بقاله سنوات، يعني ايام كوبر مثلا او قبل كوبر كمان يعني، وحتى الان ما حصلش التاقلم والانسجام الكامل حتى مع منتخب مصر، سواء من حيث اللغه، من حيث التعامل، من حيث السلوكيات حتى الان يعني، فاهم؟ بس هو 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 سام مرسي مثلا عشان بيلعب ساعات في انديه درجه ثالثه درجه ثانيه، فوارد نقول انه في لعيبه احسن منه في المنتخب، لكن لاعب ارسنال ممكن مختلف شويه. طب هسالك سؤال ثاني، كم لاعب حاطين عينينا عليهم من اللعيبه اللي موجوده في اوروبا دي؟ يعني كم واحد تقريبا المتوسط مثلا العدد؟ يعني والله يعني انا ما عنديش حصر كامل، بس هو واضح ان في كذا، يعني في تواصل مع كابتن وائل ان في ناس بتتفرج عليه لعيبه، او هو برضه حاطط عينه على لعيبه ثانيه. يعني بنتكلم مثلا في ما يقل مثلا عن 15 او يعني 10 15 ممتاز. لاعب ممتاز. فيعني هو كابتن وائل منفتح على الحته دي جدا وعايز يشتغل عليها كويس جدا. انت عارف يعني يا حاتم، عارف يا حاتم، ال 10 15 دول لو خدنا منهم 3 4 بالكتير قوي يعني كمان، ده يبقى مكسب عظيم. بالظبط، يبقى مكسب بالزبط. عظيم، يعني مش لازم ال 10 15 بس، يعني 3 4 حلوين قوي. بالظبط، انا عايز اقول لك ان المنتخب المغرب وصل هنا لتونس، اول ما وصل كان معاه 9 لعيبه فقط، 9 لعيبه من القائمه اللي فيها 22 لاعب. تمام، وبعد كده انضم له تباعا اللعيبه المحترفين، فانت بتتكلم في تقريبا معاه مثلا 18 او 17 لاعب محترف. ده المنتخب اللي احنا هنلعبه بكره باذن الله ان شاء الله. المنتخب التونسي فيه 7 8 لعيبه محترفين برضه. منتخب ليبيا عنده اكتر، يعني عنده لعيبه اثنين برضه محترفين. يعني عايز اقول لك انه كله النهارده اصبح منتخب الجزائر نفس الموضوع، عندهم لاعب 11 و12 دول لعيبه جامدين جدا وهايلين جدا يعني. فيعني انا بقول ان كل المنتخبات بتتطور، كل المنتخب بتجهز نفسها وبتستعد للتصفيات اللي هي الرسميه للبطوله بقى ان شاء الله. طبعا انت عارف ان التصفيات دي بقى بتتم نظام الزون كده، برضه هنلعب نفس المنتخبات دي، برضه هنلعبها في التصفيات الرسميه تقريبا بعد سنه من دلوقتي. فانا بقول لك اهوت انه 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 المنتخبات الخمسه هتشوف، اول حاجه باكد لك انه هتلاقي 90% من القوام الاساسي كل المنتخبات دي تقريبا متغير. يعني هتلاقي في لعيبه دلوقتي، هتلاقي في لعيبه ثانيا، اللعيبه اللي هتكمل هتبقى مستوى مختلف تماما عن الوضع الحالي، لان كل المنتخبات بتشتغل على نفسها وكلها بتطور. وفي السن ده كمان اللعيب باليوم واحد بيفرق معاه، او اللعيبه بتتغير مستواها من ساعه للثانيه او من يوم للثاني. صحيح. فنتمنى ان شاء الله انه منتخب مصر مع ان شاء الله مع المزيد من الاحتكاك، مزيد من النشاط الوديه والمعسكرات، ان شاء الله باذن الله المنتخب عنده عناصر كويسه جدا في كل المراكز، ناقصهم بس زي ما قلت الخبره، وان هم يلعبوا مع بعض وينسجموا. ان شاء الله باذن الله يعني نشوف منتخب مصر في الاقتصاد الرسميه باذن الله يقدم حاجه محترمه قويه جدا تليق بالكره المصريه واللعيبه. انا عايز اطمن برضو ان الجيل ده عنده نزعه وطنيه قويه جدا، وعايز يعمل حاجه لمصر، وعايز يبقى فعلا هو نواه المنتخب الاول في المستقبل القريب باذن الله. ان شاء الله. زميل العزيز حاتم رضا المنسق الاعلامي لمنتخب مصر للشباب، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله من تونس.